أطمح إنه أقدر أعيش نفسي بشكل صح، أقدر أشوف أولادي زي ما أبي يشوفني الآن بالضبط. أبها نور الدين عقيل من محافظة إب. لكن تربيت طول حياتي يعني في صنعاء، سنة رابعة إعلام، ما كملتش البكالوريوس بسبب ظروف الحرب والسفر، كنت في سنة رابعة وجيت عشت هنا. طفولتي يعني عادية، يعني بالنسبة عادية، هو المميز فيها أنه كان مثلاً أمي كانت مصرة أنه علشان نقدر نكون نقدر نتعايش، أمي كان عندها نظرة أنه في ناس إذا عاشوا في المدينة ما يقدروش يعيشوا في القرية، وإذا عاشوا في القرية ما يقدروش يعيشوا في المدينة. فعملت لنا تقريباً، كانتنا نعمل سنتين هنا وسنتين هنا، فدراستي الابتدائية بتلاقي في سنوات في القرية وفي سنوات في صنعاء. دخلت في المجال الإعلامي، ما أقدرش أقول أنه في المجال الإعلامي، لكن هي القصة أن أنا ظهرت في الفضائية اليمنية، لكن مش كإعلامية، كمترجمة لغة إشارة للصم والبكم. أنه أنا كان معي خال أصم، وكنت أشوفه يتكلم بلغة الإشارة مع أصدقائه مع أصحابه، فحبيت أنه أفهم هذه اللغة. تعلمت اللغة علشان خالي أساساً، ووقتها كان الجمعية كانت بدأت توسع علاقات من أجل الصم والبكم، أو تحاول تشهر قضية الصم والبكم. فكان من الأشياء اللي عملتها أنها وجهت إرسالية للفضائية اليمنية أنه يكون في بعض النشرات مترجمة بلغة الإشارة. وطبعاً كان الله يرحمه الأستاذ فيصل كان أول مترجم لغة إشارة الصم والبكم في الفضائية اليمنية بشكل كامل، ومن بعدها الأستاذ عبد القدوس والأستاذ عبد الواسع كانوا موجودين. بعدها طلبوا بنت، فكان في بنات منافسات لي، يعني ما كنتش أنا الوحيدة، وكان في واحدة متميزة، هي كانت أستاذة في الأستاذة للصم والبكم في المدرسة، بس إنها كانت ملثمة نقبة. فأنا لما دخلت توظفت عندهم، توظفت في الفضائية اليمنية سنة 2000 تقريبا، 99-2000، بس توظفت كمترجمة لغة إشارة للصم والبكم، فضلت فترة طويلة في الإشارة. تجربة لغة الإشارة بشكل كامل، لأن أول حاجة اضطريت أدخل الجمعية، جمعية الصم والبكم، علشان أدرس اللغة. بعدها تطوعت معهم وعشت حياتهم الصم والبكم، كنت أترجم لهم لو في مثلا، يعني كان في مثلا بعض الصم يحاول يعامل على وظيفة أو معاه مرض أو كذا، فيحتاج المترجمين إنه يجي يترجم معه، فكنت أروح معهم. يعني أنا عشت حياتهم بطريقة مختلفة يعني. في حاجة حلوة وفي حاجة مرة، وعشت عالم ثاني، بس إنها بهذه الفترة عزلتني عن بقية المجتمع. يعني أنا عشت بمجتمع ما لهش دخل بالمجتمع الثاني، سواء بالكلام، بطريقة الكلام. أنا كنت تقريبا فضلت فترة ما أتكلمش، ما أقدرش أحاور الناس، لأني تعودت إنه يدي هي اللي تتكلم قبلي. ليش سبت اليمن وجيت مصر؟ هو لعدة أسباب، تمام؟ السبب الأول إنه بعد الحرب أغلب المذيعين توقفوا، يعني مش المذيعين، الإعلاميين بشكل كامل، كان في حصار على الإعلاميين بشكل كامل. يعني واحد أحياناً يستوعب مثلاً الآن لما أشوف أغلب الإعلاميين صاروا موجودين بمصر وتكلم معهم، تحسي إنه الناس مستعدين يتصالحوا مع أمراء الحروب، لكن ما يتصالحش مع المذيع اللي كان يطلع ويتكلم بخبر هو مكتوب له. الهدف الأول كان إن أنا أخرج من اليمن هو تعليم أولادي، وأحس إنه الآن مثلاً لما أفكر هل أرجع ولا ما أرجعش، يومياً وإحنا في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء الواتس أو الفيسبوك أو غيره، نتواصل مع أهلنا ونتواصل مع زملائنا ونحط سؤال أرجع ولا ما أرجعش. لما تضيق عليك هنا أنت في بلد مش بلدك، أرجع ولا ما أرجعش، فتلاقي ألف واحد ينصحك ترجعي وألف واحد ينصحك ما ترجعيش، وكل واحد له أسبابه المنطقية. أنا كأم أقول لك ما فيش حاجة اسمها أم مثالية، تمام؟ أنا كأم هذا اكتشفته لما صرت أم. في أشياء كثير، وأنا شابة كنت أقرأ عن أسالي بالتربية والحاجات هذه،
وكنت أقول إنه أنا ما بكونش زي أمي، تمام؟ الآن يا ريت أكون زي نص أمي، يعني لو قدرت أكون زيها أكون حمد ربي وشاكرة. أحاول أكون صديقة أبنائي، لكن المشكلة إنه صادقتهم هم صغار، فكبروا فصاروا يعني كبروا عليك. ما أقدرش أقول إنه أنا أخاف جدا من حكاية التربية، إنه جدي الله يرحمه كان يقول لما تربي أو لما تربي ابنك ربه إنه يكون إنسان بالمجتمع، بما معناه إنه ربيه يكون مواطن صالح. هذه النقطة اللي أنا أفكر فيها، هل أنا قادرة أربي ابني إنه يكون مواطن صالح وبنتي كمان؟ الانفصال هي خطوة كانت مؤجلة، يعني كان في ناس يكونوا واقعيين أول ما تبدأ المشاكل أو تبدأ الاختلافات تظهر بشكل كبير، يعرفوا إنه خلاص فيقدروا ينفصلوا بشكل صحي. أنا كنت أقول إنه ما فيش داعي ننفصل، كنت مكابرة زيادة، إنه شفت إنه عيالي خسروا بلدهم، خسروا عماتهم، خسروا أخوالهم، خسروا بيتهم، أجي كمان أخسرهم وضع أسري وكذا. فحكاية إنه نتحمل بعض بينما إحنا قد وصلنا لطريق مسدود، هذه تأزم في العيال أكثر. لما انحصل الانفصال هم ارتاحوا نفسيا أكثر مني، يعني ارتاحوا إنه خلاص ما عاد فيش مشاكل. بعد فترة وأنا أتكلم أنا وابني حسيت إنه بيحمل نفسه نتيجة الطلاق، فحاولت أقنعه إنه هذا شيء أنت مالكش دخل فيه. ولما سألت أطفال مثلا آبائهم انفصلوا، فلاحظت إنه فعلا كل الأطفال اللي ينفصلوا أهاليهم يكون عندهم عقدة إنه أنا السبب. حاولت أركز على الجانب النفسي بأولادي بشكل كبير، بحيث إنه أفهمهم إنه أول حاجة ما فيش حد فينا شرير، ما فيش، إحنا الاثنين كان لنا أخطاء، إحنا الاثنين يعني جت فترة ما عاد قدرناش نتفاهم، إحنا يعني الخطأ مشترك، لكن مش خطأكم أنتم نهائيا. أنا الآن مثلا على استيعاب إنه أغلب الناس اللي بيطلعوا من أرض فيها حروب تكون عندهم مشاكل نفسية ولازم يعالجوها قبل ما يحاولوا يندمجوا مع المجتمع، مع بقية المجتمع اللي طلعوا لعنده. هذا وجهة نظري الآن، لو سألتيني قبلها أقول لك لا، إحنا قوية، إحنا قادرين، إحنا كذا. أنا ما كنتش عندي، يعني ما كنتش عارفة، أنا كنت عايشة في فترة أحس إنه اختياراتي خطأ، أسلوبي خطأ، وأحيانا مش أنا اللي خطأ، لا، أحس إنه الناس اللي حواليتي هم الغلط. فالقصة الثانية إنه بدأت تكثر عندي حكاية اللو لو 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 دائما، حتى في مواقف عادية، لو كنت سويت كذا، لو كنت اخترت كذا، لو كنت ألوم نفسي بشكل مش قادرة استوعبه أني نفسي. كنت أحس بضيق، بقهر، طبعا الظروف صعبة، أنه حصل الأشياء نفسها، أطفالك، دراستهم، ملاحقتهم، أهلك اللي بعيد، أخوك اللي في المعتقل، الانفصال، كل هذه أشياء كنت أشوف إن أنا أقوى من إن أنا أشتكي منه أساساً. ولا وأنا هتجاوز، وفعلاً تتجاوزي، مش إنك ما تتجاوزش، أنت بتتجاوزي، لكن من داخلك بتحصل أشياء أنت مش فاهماها، وتبدأي تظني إنك الآن بدأتي تفهمي الناس وبدأتي تستوعبي إنه لا الموضوع كذا، والموضوع إنه أنا الآن فاهمة الناس والناس شريرين والناس والناس والناس. يعني جالي تحدي إنني بقدر أتجاوز كل هذه الأشياء لوحدي. هي بدأت إنه أنا مش عايزة أقلق أهلي وهم بعيد بي أو بما يوجعني، خاصة إنني عارفة إنهم يزعلوا علي جدا، والحاجة اللي تجرحني تأذيهم جدا، وأبي عنده القلب، أمي عندها كذا، فمشتش أكلمهم ولا أذيهم، وأنا ممكن أو قادرة أتجاوز هذه الأشياء لوحدي. فبدأت إنه أتكل على نفسي، صح إنه عملت أشياء كثيرة، لكن كان في حاجة تترسب بالقاع، يعني في الغبار كله ينزل للقاع وأنا مش فاهمة. ابتدت تجيلي نوبات إنني بكي فجأة، يعني بدون رضا مني. رحت عند، فهذيك المرة كان بعد عيد عرفة وأنا لحالي بالشارع، وقد يعني استغربت من نفسي إنه ليش، يعني الجلسة كانت حلوة أكثر من مرة،
والآن أني أخذ الكتاب يعني مفترض أفرح إن أنا بدأت بأول خطوة بمشروعي وكذا، ليش؟ فعلى طول وقتها كان في معايا تطبيق في التليفون اللي هو تقدري تحجزي أي دكتور. كان عيد، أنا أذكر إنه كان عيد لأنني دورت على أقرب دكتور يكون متواجد بعد إجازة العيد، وكان من الحظ إنه دكتور قريب من بيتنا يعني وكذا. فلما رحت لعنده حكيت له إنه أنا فجأة ألاقي نفسي أبكي في الشارع بدون سبب. يعني أنا الموضوع حتى أخذه مش من حكاية إنه إيش اللي في بي، لا الموضوع صار محرج قدام الناس. يعني فجأة تتماشي تلاقي نفسك. فقال لي، بدأ يسألني بعض الأسئلة عن حياتي، أهلك، مش عارفة إيه، وبدينا نتكلم دردش بشكل عادي. فقال لي أنت بحاجة إنك تأخذي دواء للاكتئاب، أنت عندك اكتئاب مزمن ولازم تأخذي دواء. حاولت أقنعه أنه لا، اللي عندي مش اكتئاب، شيء ثاني، ضيق أو مدري إيش. فهو خاصة إن أنا خفت إنه كتب لي علاج. طبعاً إحنا اللي نعرفه عن الأدوية، بالذات أدوية المجال النفسي وكذا، إنه أنت تقدري تتجاوزي بدون دواء، ما يحتاجش دواء وما يحتاجش كذا وما يحتاجش. فحاولت إني أتفهم معه إنه ذاك هو كان وجهة نظره إنه الاكتئاب هو يعني من ناحية علمية. فهمني إنه يحصل إنه الدماغ ما عاد يفرزش مادة معينة، الدواء هذا هو يساعد على إنه تفرز. الحكاية إنه الاكتئاب يخليك تلومي نفسك، يخليك ما تقدرش تشوفي للأمور بشكل صح. كانت يعني أنا كنت مش قادرة أتقبل حكاية إنه أنا عندي اكتئاب أو ما عنديش اكتئاب. لكن هو يعني قلت له خلاص نعمل جلسات، ما فيش داعي للدواء. فبيقول لي شوفي، يعني هو جابها لي بهذه الطريقة، لما يجي حد عنده ألم في الكلية بيقول له ممكن الفحص طين، يعني الفحص راح عمل تحاليل وكذا، طلع إنه عنده أملاح معينة، حاجات بسيطة، هذه ممكن تكلمي ناس يقول لك اعمل الخلطة الفلانية فيعمل الخلطة الفلانية، تمام؟ في ناس يقولوا له امشي اخرج اتريض واشرب ماء كثير فيعمل هذه الحاجات، ما يحتاجش دواء. لكن في ناس توصل لمرحلة انه صار عنده فصوات، ما تقدرش تقولي له اعمل الخلطة الفلانية او اخرج تمشي او اعمل كذا، ما ينفعش، هنا لازم الدواء يتدخل. انت وصلتي لهذه المرحلة انه لازم الدواء يتدخل معك. حكايتي أن رحت عند دكتور نفسي كلمتها للبعض، يعني لمحت بها لأهلي تلميح، ما تكلمتش معهم، وتكلمت فيها مع صديقاتي يعني انقسموا نصين، يعني والنصين من يعني نصايحهم هي من باب الخوف عليك. يعني النص الأول مثلا شجعوني جدا وإنه كويس وإنت محتاجة لدعم نفسي، وإنه على فكرة تغيرتي أبها وطريقتك تغيرت فالقصة إنه لما يقولوا لي تغيرتي كثير الآن، البنات أو الناس اللي يروح أجلس معهم وتكلم أقول ليش، كيف كنت أنا مش قادرة أستوعب كيف كنت، إنه أبها أنت تغيرتي، قل لهم ليش، قلوا لي تغيرتي كثير، أنا مش قادرة أفهم كيف كنت لأن مش قادرة أشوف نفسي من خارج. في صديقات يكونوا قلقانين أبها إذا هم كتبوا لك علاج لا تأخذش العلاج، ليش؟ لأنه برضو من قلق وخوف. أكثر واحد كان فرحان بهذه الخطوة ودعمني فيها بشكل كبير كان أبي، يعني حسيت أنه زي اللي اطمن عليها فعلا أن أنا بدأت أتعالج. هي القصة مش من السهل أنك تعترفي بقدر من السهل، يعني الصعب أنك تصدقي إنك مصابة بالاكتئاب. الإنسان يظن إنه قوي دائماً ويعرف إنه قوته بلا حدود، وهذا شيء مهش كذب، لا هي حقيقة، تمام؟ لكن القصة إنه متى أعرف عندي اكتئاب متى ما أعرفش. يعني أنا كنت منكرة لغاية حتى والدكتور يقول لي إنه عندك اكتئاب، كنت أقول له بس أنا أضحك ومانيش هذيك النكدية. قال لي ملوش دعوة، يعني بالعكس أحياناً المرضى الاكتئاب يقوا فرفوشين وينكتوا ويضحكوا، ملوش دعوة، أغلب الناس اللي ينتحروا كان قبلها بيوم كانوا يضحكوا وينزلوا صورهم والدنيا حلوة، الموضوع ملوش دخل يعني. فالقصة أنه هل أنت قادر تصدق إيش المرض النفسي اللي عندك،
وهل أنت قادر تقتنع أنه المرض النفسي زيه زي المرض الجسدي إذا ما تعالجش ما يشفاش؟ أنا الحاجة اللي أندم عليها مثلاً أنه ما تعالجتش من قبل. ليش؟ لأنه في أشياء، في فرص، في مواقف جت لي من قبل، لو كنت تعالجت وقتها كان وضعي اختلف تماماً عن الآن. الآن أنا أشوف أنه ربي بيمشيني بخطوات مدروسة، يعني ما يعني هو أنت تكوني تشتي تمشي كذا، هو يقول لك لا امشي كذا، أنا عامل لك طريق صح امشي فيه.